بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض شرح برنامج ريفيت 2020. أنا هتكلم النهاردة عن موضوع مهم اتسألت عليه في القناة، إزاي أنا أفتح فايل عاملاه في الريفيت، أفتحه إزاي على الموبايل وممكن بعمل تعديلات عليه. لو عايزين تطلعوا على دروس سابقة بتدوسوا على اسم القناة من أسفل الفيديو، بيدخلكوا على القناة وبتشوفوا جميع دروس برنامج ريفيت. انا عامله لحد دلوقتي 32 درس لبرنامج ريفيت، وبتشوفوا البرامج اللي انا شرحتها قبل كده. وقبل ما ابتدي الدرس ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنا انا فتحت موقع autodesk.com، وانا هنزل لكم اللينك اسفل الفيديو، وهنشوف الاب اللي احنا هنستخدمها او التطبيق اللي احنا هنستخدمه على الموبايل. التطبيق اللي هو A360. لما نرجع للموبايل هوريكم ازاي ان احنا بنختار التطبيق من على اب ستور. كويس. طيب احنا هنيجي ننزل هنا لتحت، عندي اوتوكاد موبايل وده انا شرحته قبل كده، هتلاقوه عندي في القناه، وعندي الاب اللي انا هفتح منه برنامج ريفيت اللي هو A360 موبايل. هو ده الاب وده الشكل بتاعه زي ما احنا شايفين كده، زي ما هو كاتب لي هنا بيعمل لي شير وفيو اند كومنت اون 2D اند 3D، بيفتح لي فايلات DWG DWF نيفس وورك اند ريفيت سوفت وير. احنا النهارده طبعا بنتكلم عن الريفيت. وهنا الاب ستور او على جوجل بلاي، لو احنا دوسنا كده على الاب ستور ادي الشكل اللي عندي اللي هشوفه على الاب ستور. كويس. ده شكل الابلكيشن بتاعنا. هنروح على الموبايل ونشوف ازاي ان احنا نفتحه. زي ما احنا شايفين انا فتحت الموبايل وعندي هنا متجر بلاي او بلاي ستور، بدوس عليه بالشكل ده كده وباجي عند سيرش هنا فوق واقول له A360. كويس. هو هيظهر لي اهو، هو ده الشكل اللي عندي. طبعا انا منزلاه، هقول له فتح، هيفتحه لي. اول ما يفتحه لي هتفتح لي الصفحة دي، هقول له لوج ان، لو ما عنديش اكاونت بقول له كرييت اكاونت، بكتب الفيرست نيم واللاست نيم واللي هو الاسم الاول والاسم الاخير، وبكتب الايميل اللي هيجي لي عليه الرسائل، وبعيد الايميل تاني كونفيرم ايميل، وبحط الباسورد. الباسورد عندي لازم يكون فيه حروف وفيه ارقام. لو انا عندي اكاونت اصلا على اوتوديسك بحط الايميل اللي انا عامله بيه الاكاونت على الاوتوديسك وبحط الباسورد. طبعا انتوا لو منزلين ريفيت ومنزلين الاوتوكاد بيبقى عندكم اكاونت على الاوتوديسك او 3 دي ماكس او اي من برامج الاوتوديسك، لازم يكون عندك اكاونت عليه. هو نفس الاكاونت ده بتدخل بيه على الابلكيشن اللي احنا منزلينه هنا. انا هكتب الايميل بتاعي وهكتب الباسورد واقول له بعد ما اكتب الباسورد ساين ان. هتجيلي رسالة على الموبايل بكود من 6 ارقام، هروح اجيب الكود، هكتب الكود بعد ما الرسالة تجيلي واقول له انتر كود. كده انا بدخل على التطبيق. زي ما احنا شايفين دي الحاجات اللي موجودة في التطبيق، ممكن افتح اي منها، ولو عايزة اضيف حاجات جديدة بدوس على الزائد اللي موجودة عندي تحت هنا. فانا مثلا هدوس على الزائد دي كده واقول له ابلود فايل، او ان انا اخد تيك فوتو بالكاميرا، او ان انا بختار صورة شوز فوتو. فانا هعمل ابلود فايل من على الموبايل اهو، وهاجي
احط البروجكت اللي انا عايزاه، منزله بروجكت من الريفيت حملته على الموبايل وهنزله على التطبيق دلوقتي. عندي هنا ديفولت فايل، لو جيت فتحت من فوق هنا كده هلاقي ان هو بيعمل لي ابلودنج افايل على الابليكيشن، هلاقيه بينزله على ديفولت بروجكت. ممكن ان انا اعمل من هنا نيو فولدر واعمل فولدر جديد واحط عليه الفايل اللي انا عايزاه. كويس، انا هنا هقول له ابلود وادوس على ديفولت بروجكت بالشكل ده، وهلاقي الفايل نزل لي هنا، ظهر لي هنا البروجكت اهو، هدوس عليه بالشكل ده كده بيفتح لي الفايل اهو، الفايل بتاعنا زي ما احنا شايفين كده. ممكن بقى اقرب وابعد باللمس بايدينا كده، بقرب وابعد زي ما انا عايزه، عامل زوم. وعندي زي ما احنا شايفين لو دوست على دي كده، ده الفرونت الباك الليفت رايت توب بوتوم موجود عندي هنا اهو. ممكن احرك كده بتتحرك، تحرك معايا النافيجيتور اللي هي موجودة عندي هنا. لو انا مش عايزة اظهر غير الفايل اللي عندي، عندي فوق هنا في اسهم، اربع اسهم، بدوس عليها بالشكل ده كده بيظهر لي بس الايه الفايل اللي انا نزلته، برجع ادوس عليها تاني كده. كويس، عندي بقى هنا تحت في، لو دوسنا كده دي الفايلات اللي موجوده اهي، الشيتس الموجوده، وهنا في البارت ليفل 1 وليفل 2 والساوث اهي، كل ما يخص الايه البروجكت اللي عندي، والبروبرتيز اللي هي لو انا دوست على اي واحده من دي كده اهو، وجيت هنا قلت له بروبرتيز، زي ما احنا شايفين بيطلع لي كاتيجوري بتاعها كل ما يخصها. يبقى انا بدوس على اي حاجه وبفتح البروبرتيز بتاعها وهي في ليفل كام، والبارامتر بتاعتها، الفوليوم، كل حاجه بتبقى موجوده عندي هنا. وعندي هنا كومنتس، نو كومنت، ان هنا مش مكتوب ايه اي حاجه عليه. لو انا عايزه اكتب على البروجكت، عندي هنا في شكل القلم بدوس عليه كده، وعندي هنا ممكن ان انا اعمل خطوط، ممكن ان انا اعمل خطوط لو انا عايزه احدد حاجه هنا مثلا، بحددها بالشكل ده او ان انا اعلم عليها. عندي اسهم اهي مثلا كده، انا لو عايزه اعمل سهم كده، عندي ممكن مربع عايزه احدد الجزء ده مثلا لحد، ممكن ان انا اغير اللون، بدوس على اللون اللي موجود عندي ده وبغير باي لون انا عايزاه، فمثلا اخترت الاخضر واجي اعمل كده مثلا اهو. عايزه اكتب، بكتب ادي حرف التي عندي، وبكتب مثلا تيست، اول ما بدوس اهو تيست مثلا كده اهو، كتبها لي تحت زي ما احنا شايفين كده. يبقى احنا هنا اتعلمنا ازاي ان احنا نكتب، وازاي ان احنا نحدد على مكان احنا عايزينه ونعلم عليه ونكتب عليه الملاحظات بتاعتنا. كويس، هنرجع تاني، مش هسيب اهو. عندي هنا هوم، برجع للهوم بتاعي الشكل الاصلي، وعندي هنا الكاميرا، لو دوسنا على زر الكاميرا اللي هنا ده فتح لي سيف تو بروجكت، ان انا سيفه، احفظه في الدرايف، في الجيميل، في على الفيسبوك، على انستجرام، على اي حاجه من الحاجات اللي هو بيبينها لي هنا. كويس، ده هنا بحفظه. وعندي هنا فوق، هنا بندوس على الزرار اللي فوق هنا ده اهو اللي هو الشير، عايزه اشيره عن طريق البلوتوث او بنسخه للحافظه او اخر الاخبار في الفيسبوك، الجيميل، هانج اوتس، البريد الالكتروني، لو انا عايز اشير مني الحاجات اللي موجوده عندي هنا دي. كويس، وهنا التلات اسهم دول اللي هو السيتنجز والجيتنج ستارت. يبقى ده
الابليكيشن او التطبيق اللي احنا ممكن نستخدمه علشان ننقل عن طريقه الفايلات. ممكن انا اعمل جروب وبوصل للجروب ده الشغل بتاعي، ممكن انا ابعته على طول، ده بيسهل لي لو في اي تعديلات انا بعدلها او ملاحظات بكتبها على الريفيت، بيسهلها لي ان انا اشارك بيها مع زمايلي مثلا اللي بيعملوا نفس المشروع. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. تزوروني في الدروس القادمة، استودعكم الله عز وجل.